بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، حدودي بكساب سنيهي. حدود وجمع حد، حدنا اللقاء وحالوير هذا المنع شرعا ومصطلاحا وحلويق أن حدود عقوبة مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع عن مثلها، حاويان عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة هي عقاب لقدري وقدر له شرعي أنا قدر كسميه وحو آدم اللي يمت يوح قانون وضعيه ضد يكفكرين معها، مقدرة شرعا عقوبة لاسنا وحي كتمت في معصية، أي بسبب معصية ذنب اللقلي سبب تيس بعقوبة كتمت للكفارة عن صاحبها. قفكي كدعى معصية داسي إن كفارة قد أيون نقطه أيانا عقوبة داسي لو جديي ومنع الوقوع عن مثلها، أيضا كلا إن مر لبعض دعضاء يصون نقطنا منعن لمنعنا يدرادد بلو جديي مركب حد قرن يساوى عقوبة مقدرة. عقوباتك دتك كدعى دنبك أي يلان كران الدنيا دا يكون يلان كران أما قاضي يقضها يكون يلان كران من روى مقدر وشرع إذا قدري ولا مجال للاجتهاد ولا لقضاء القضاة، وحي اجتهاد كران يفتوى كوي معنى ما هي وواح مقدره شرع قري وقدري كحد الزنا والسرقة والقذف والحرابة وشرب الخمر على رأي، عقوبات كمقدرة ذي كمتاي هدو قفك وسرقة يتوب نم الله ما هذا وحا شرع قدر وحا الله مرين أيو هدو الزنا كود عانا يدنا نوع يهيب الله فيرنا يا قفكاس مقفو نكاح الرتية ومحسنة مسوى غير محسن أسوى نقدر كيسا ومقدر شرع وهاي. كذلك القذف قف حمان يزين قف قد فوق الشيغة سوى مقراتي هينين إيا حرابة إيا كوى اللد على مسلمين تي فسادك أرض إلهي كوها إيا كوى يغونا حدود بيلا هاي أما عقوبات بيلا هاي مقدرة شرعا آيادنا أي عديسي إلهي عدينا سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض مركع عقوبات كأصبا والتنويع وهذا النوع أوية هيقف كمحارب كان دقال كيسال ولم يلسع نيسا أما قادقة إيا حاكم كوحوا أركو أيو كوح مرنا يا شنتاشي أما فرتاشي مقدرة شرعا ويكوى يقول عقوبات كلنا وحاويا تعزير بالي هذا تعزير توحا شرعي وانا مقدرين لكن قفك الا ادبيو ومذيعي هضبه وحي قالوا كو حكمه ووارك الى تاي زاجر يا مانع قفك كريبا يا حمانتن ايو مرنايا ذكر او يتفاوتون في ذلك وكل تكسيهين قفبا الا ادبيو ولا قراعه أي إذا بكو قاضن كنا تشهير يا إن دتك هرتيسة وحلو عنان تو يا واحد وقدرا كنا غرابة مالية يا نقالة إن لصارة ولا جناحه أي حانوتشيني سا قف والبابا وحي مركز الواركا يا إن حانوتشيني حدودنا أن جارسي سنين بالله مرينا يا هدي بالله أركو إن بنانك لسكدا فنا هدو يا هذا والهيئات دتك شرفت عليه مرركا مر أرنتا سوكلا أن لوجب برانين
حقوق هالمرء انزل لاي كل عدا يزل الذي سنة اينا حد قرس اسنين شرد وي حد هذي قادو الشريف والوضيع في تنفيذ الحدود سواء ويكون سميهين لكن وحي أقيل ذوي الهيئات عثراتهم قفك أساقا لو مقاطانك مر حقوق كد عدي أحدا إلهي مؤشر كد عذابا ليري مركا غاركودو حالو أركي كرائن لسكا أسطره تاستع الزير بالله يدونا مقدرة شرعا بأمرك حدود ليرة هذا وإن المعصية هي واحد دنبي أو شريعة أي حد يسي وقفك كوي ماضم كدب تعريفك وحاكو جيرا لبشي وتصايا حكمة الحدود قصاصي أو حكمة عفوا حكمة العقوبات عقوباتك قفك لسقع العقابة حدود ده لمرين أيو سببتا أما حكمة كدن بيسا محيطة هاي لابا حكمة باكو جيرتا إما إن يتهي كفارة لصاحبها قفكي حمانتها قد عيبا يحوتها إذا مداف والله عقاب يا لبع عذاب قف إلى هاي إسكومك جيو قفكي أدون كحد لقيو فيو وقعاندي سلا شرو أما للرجميو آخر إلى وحوانه سبحانه وتعالى ظهارا يقول نقوم إساوي والوضع فايدا بجيسا حكمة كالية فايدا كالي كجرت له وحاويان منع وقوعي عن مثلها ayadoo kala mar labaad ay dhacdo ayaa la diidayaa oo zawaajir baa la yiraahdaa oo qofkii asaga ahaa xumaanta kuma soo noqonayo mar labaad dadkii kala raway leeyeen hebel waxa lagu sameeyay waad aragtaan qof walba oo xumaan naftiisa uu sheekeynaysey banaankaas uu istaagaya maxaa marka iimaanaya mujtamaac nadiifa oo dhibaatada iyo kharibaad oo dhan ka badbaad nadiifka oo xoolihii ummadana badbaadiyay بدنكي مدر بدبادية عرضي يا شرفتي ومدر بدبادية باي ما نيسا حكمة لقريها أنا مدى ويان حدود يا قصاصته إلهي سبحانه وتعالى مصلحة أيوه وقد لقي آدمها كتاب الحدود باب حد السرقة والنصابها حدود وحقوب الله بي سرقة يتوغى النمى حد إذا قفك توغى النقضة حوالها دتك دعاه وحل مرنا عقوبة iy qadar ka yaa nasa nisaabka qofka haduu xado gacanta loo jaraayo wax kasto oo xado lacanta loo jaraayo nisaab baa jira wax yar bayna nisaabkaas uu ku galaa sariqa waxaa la yiraahdaa akhdu amwaali naasi khufyatan min hirs almithli xoolaha dadka oo la dhacaa la yiraahdaa qaataa la yiraahdaa oo si qarsoona loo qaato meeshii xoolaha lagu ilaalin jireena laga qaato wax shubha oo qofka asaga uu ku leeyahay xoolahaasna aysan jirin marka xooliha hadduu si qarsoon u qaato meeshuu ka qaadana waa meelihii lagu ilaalin jiray santuuqii buu jabsaday seefkii buu jabsaday guryihii xidhnaa buu jabsaday guryihii gudahoodii buu galay meelihii xoolaha lagu ilaalin jiray laakiin haddii banaanka uu xoolo ka qaato xoolaha asaga ah sariqa iyo tuuganimo xaddeed ma gaarayso oo gacanta loo shari mahayo laanna xoolo marka horeba xifdisnaa ma aha macnaheeduna maaha inuu qaadan karo inuu yahdinayo mooyane ma qaadan karo wadambigiisi uu leeyahay tacsiirra waa yeelan karaa hadduu sidaa xoolo ku qaato laakiin xad mo yeelanayo gacanta lama jaraayo khufiya waa inay tahay wax qarsoon ay tahay waxaa baxay haddii xoolihii dadka xoog lagu qaato ama intii lala cararo la boobo lala cararo gacmaha lugaha wax laga dayo ikhtilaal almukhtalis iyo almuntahib iyo alghaasib iyo kuwaas oo dhan ma baxaya kuwa ayagu gacanta lama jaraayo oo sariqaya tuug laguma magacaabo tan sariqada ka daran sababta waxa weeyaan sida qaalibka ma aha qofku inuu xoolo dad leeyahay wuxuu la arkayo ula cararo aqlab ma aha waa wax naadir ah wax naadira weeyaan wax la iska ilaalin karo oo la iska difaaci karo yur la iska dhihi karana weeye wax la arkayo warqabtaa la dhihi karo weeye wax dacwada loo gudbin karo maxkamada loo gudbin karo weeye saa darteed bay sahlan tahay qofka noocaas ee isagoo bannaanka taagan soo bareera in la iska eliyo ama way sahlan tahay laakiin waxaan la iska arkaynin badan ee dadka qaalibka sida uu sameeyay qarsoodiga ah ee xoolihii dadka uu si hoose u xadaayo si qarsoon uu qaadanayo ama qalin ha ku xado ama akoonti ha ku xado ama guryihii hoosta ka jabsado ama si uu yeelaba qofka asaga ah khatartiisa aad u badan saa darteed markii la helo oo marati lagu helo oo arrintiisa la iktishaafo xaddiisu waxay noqotay cuquuba shadiida bay noqotay oo adag oo gacanta in la jara gacanta markaa waxaa la jaraaya xaggee la jari ilaahay qur-aanka wuu caan buu ka dhigay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma
قعمها هذا شرى مركز صار قاسي قعمها هذا شرى يد وحالة ده أنت صعب كأيوه كف كأيوه على عشاء ردم كأيوه على عشاء ده حيسا أنت وحالي هذا كف والي هذا كف كاس يد والغد لقى مرفق إلى شكل كأنت كاس يسلا يور يد ولا ده منكب كأيوه جرب كأنت كبل الله بطن يد ولا ده صدق هذا يد والي هذا لكن جمهور العلم وحيكون هذين إن وحلا جورا أي تاي رصقة يا ماشى كفك يا ما عمت يا كربحة أنت سال جورا يا أنت ولقت عنده رب الله ما شرايو قال كلا ويجيران هاي مرفقة هو من كيف كنا هاي ويجيران قعما لو هذا قعمات أما صارقة وحقوه الرجال الله شرايو وحقة هذو بكو رسا هذا ميدك تال جورا يا لأنه سيد غالب كا وح وحق هذا وحلوصة ما يو ميدك تقعنت ميدك توي ده كبر كأوفي رسالته أنت ميدك تستعمالها كبر أنت قرن قرت استعماله أغلب قال الراعي مركب ميدك تاسع لجويريا ولذلك عبد الله بن مسعود هو أقرئ في قراءته والسارق وسارقة فقدعوا أيديهما مشهد حي فقدعوا أيمانهما ميدك ميدكه هذا هلا شراء ميدك لجويريا مرة بهذو هذو حضرة بيد حذاء لجويريا مركز هذا عبدلوك تميدك تلوك تبيد حذاء ساس الله شرايا وحي كدم بيا أفرت واحد مركب لجويريا هذو توجني ماذا سيوضو oo xaalay ri gacan qaadid baratay oo tooganeeyo baratay hadii la gooyana gumudka dhaqdhaqaaqa ri gumudka ayaa dhaqdhaqaaqa afarta waaxood wuxuu la gooyo wuxuu barto ku aafaysan yahay iyo xoolii dadka hadana xadaya oo xanjiyo wuxuu ilaami wuxuu soo dhajiyo koolo wuxuu soo dhajiyada wuxuu muusameen ku soo dhajisan oo sidoo u xadi marka tacziir ba soconaysa la dili mahayo wala tacziiraya tacziirtaas ku soconaysa idbin iyo wax kala wadaaya dayibaab haddii sarqa wa nisaabaha nisaabkan waa inoo iman doona intuu yahay يقدر كأغير إيقفك هدو توغن ما الله إماذا قعنت الله قوينا قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم الحنذري وابن أبي عمر محمد بن يحيى واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر وحيد حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران عن الزهري محمد بن مسلم عن عمر بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة ابنة بنت صديق قالت وحيت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحوها يقضع كيقو يا السارقة قفك السارقة توقع في ربع دينار دينار أفر لوقع ويميشي وحدا هدوقا هدوحا ذو فساعدا يكبضا انت ساقع انت اللوقع ليا ربع دينار دينار ربع دينار كمثقال كذهب كأه ايا دينار ليلة مثقال كأساقع waxaa lagu qiimeeya haga garaamka dahabka markii la garaam loo qiimeeyo waa 4 garaamaat iyo rubuc garaam way 4 garaam iyo rubuc wixii gaara 4 garaam oo dahab ah iyo rubuc garaam 4 loo qiimeeyo meeshi wixii gaara waa nisaab oo sariqa qofka asaga ah afwan waa dinaar ma u jeeda waa dinaarkii hore taaganna waxa sokaya nisaabku waa ka yar yahay dinaarkii oo reesay rubuc isinta la gaarin ayaa waxaan nire waa 4 garaam iyo rubuc weeyaan waa diinaarkii 4 garaam iyo rubuc weey dayib 4 garaam iyo rubuc as rubuciisa marka rubuciisa ma qoon noqonaya oo nisaabu sariqa waa 1 garaam iyo rubuc rubuc 1 garaam iyo rubuc rubuc weeyaan marka 1 garaam oo dahab ah wax gooya iyo rubuc garaam kiisa rubuciisa rubuciisa kale rubuc rubuc inta wixii gooya qofkii xada oo shuruudiyo dhan baa ku dhameystirantay si qarsoodiba u xaday meesha xoolaha lagu xifdinayay buu ka qaato kala baxay wax shubhaa kuma laha xoolahan maxaa weeyaan xoolo caam ah maslaxa caam ah umadu isla leedahay waxaan ku leeyahay iyo waalidkay iyo waladkay iyo wax saas oo kale ama jirto arrimaha deena jirin arrimahaas haday jirin yuqdacu yadu gacanta loo goraya marka waxaad garanaysaa gacantii waxaa loo gooyay بمبلغ من المال زهيد وحاد حقيره وحاد ير ايا غعنتي قفكه جفلوسين اي لو جرايا سببته مركا ورا ميلها هي كسو غلان اعداء الاسلام عدو مسلمين تما ميلها هي كسو غلان اسلام كا اي شبهات كا اي كبافيان كافو فامي كميتا وقاركود بابا وحي يرادين بعد الملاحده ابو المعلى المعرب ابو العلاء المعري وحي يد ب500 اسجد وديت ما بارها قطعت بربع دينار ساسير يد ب500 أسجد وديت ما بارها قطعت بربع دينار وحلوغيها قعنتا
hadii la gooyo xaq darro lagu gooyo qof uu ku xad gudbo xaq darrana uu ku gooyo magteedu meeqa wey magteedu hadii dahabka laga hadlayo lacagta dahabka waa 500 oo dinaar waay 500 oo dinaar laana nafti qofka hadii la gooyo waxay noqonaysaa 1000 dinaar bay noqonaysaa 1000 dinaar 1000 dinaar bay noqon marka wax kasta oo bini aadamka jirkiisa marka laga hadlayo xubnihiisa wax kasta oo laba laba ah hadii labadiiba la gooyo diyo kaamil uu yeelanayaa oo 100 min al-ibil iyo dinaarkii oo ah 1000 dinaar hadii laba wixii ka koobnaa badanka bini aadamka mid la gooyana nisfu diyo buu qaadan nisfu diyo marka 500 dinaar bay noqonaysaa 500 dinaar saas weeyaan oo bini aadamka wixii laba laba wixii hal xubin oo bini aadamka u leeyahay sida carabka oo kale magti oo kaamil abuu yeelan ama manfacadiisi carabka oo hadalkii hadii la tagsiiyo ama madaaqiisi dhadhanki carabka u lahaa hadii la tagsiiyo manfacadiisi iyadana waxa weeyaan diyata kaamila weeyaan wahakada wixii saddex xubnood ka kooban bini aadamka saddex xubnood wixii ka kooban oo uu leeyahayna halkii xubinba thuluth bay noqon saddex meelood meel magti bay noqonaysaa 33 xalaad iyo hal saddex loo qeybiyay meesheed taasay noqonaysaa thuluth naaqa oo maala waa sankii oo kale sanka asaga dulkaasi halkaa dul hadii qofka laga jaro 33 xalaad weeyaan iyo thuluth dulka kale hadii la kala sidoo kale inta u dhaxaysa maarinka la yiraahdo isku haysa xaajiska ahna asaguna waxa weeye sidoo kale asagoo dhahay hadii salka laga jaro oo lafta lagu gooyana diyo kaamil uu noqonayaa wixii afar xubnood ka kooban sida ajfaanta iyo xiribaha kow iyo laba mid kore mid hoose labada indhood waxay noqonaysaa rubuc diya midkii walbaba afar meelooda meel hadii la wada gooyana diyatu kaamil bay noqonaysaa diya kaamila ayay noqonaysaa wixii markaa wahakada saasad ku wadaysaa wixii 5 ah wixii 10 ah oo dadal 10 waa 14 farood weeyaan midii walbaba 10 bay leedahay 10 neef oo geela weeye isku darkooda 100 bay noqonaysaa 10 farood ashaahid waxa weeye marka masaladan qofkan gacantiisa hadii la gooyo 500 oo dinaar oo dahab ayay ahayd hadduu sawaxado waxaa loo goynayaa hal dinaar rubucu dinaar rubuciis ayaa markaasi ayaa oo hal garaam iyo rubucu garaam ah ayaa gacanta loo goynayaa marka mid baa yaa dood geliya wuxuu leeyahay waxa wax suuragala ma aha gacantii 500 ee dinaared ama 50-ka neef ee geela joogtay in hal garaam oo xoolaha oo xaday loo jaro maxaa dhacay arrintaasi wax la qaadan kara ma ahee bacd ahli cilmi alqaadi abdulwahaab almaaliki ayaa jawaaba siiyey waxaa ka mid a inuu yidhi siyaanat alcudwi aqlaaha wa arkhasaha siyaanat almaali fafham xikmat albaari gacantan markii ay ilaalinta iyada la ilaalinayay markii la ilaalinayay ilaalinta la dhowraya shareecada way dhowrtay oo waxay tiri ninkii iskugu dhowaada gacan bini aadam oo macsuuma 500 geela laga rabaa waa qaabarka qaali bay noqotay waxaa raqiis ka dhigay xoolihii aadamaha markii looga maara waayey oo gacan ida daran ay noqotay oo dhaqdhaqaaq badan oo xoolihii dadka iyo dhididkii dadka aan dan ka lahayn dadka kale inay xanuujisan u taagaan habeen iyo maalinba u siqaysa raqiis bay noqotay oo rubcu dinaar bay ku soo fadhiisatay nacam izul amaanati aqlaaha wa arkhasaha dululkhiyaanati fafham xikmat albaari riwaaya jirta iyaduna ammaanada cizigeediiyo sharafteeda markay aamin noqotay yaa aqlaaha qaali ka dhigay dululkhiyaana khiyaarada dulligeedii baa arkhasaha raqiis ka dhigay marka iyadu ay ged sharaf lahay ahayd sharaf baa loo yeelay markay noqotay mid daliil oho xaqiirada oho qiimahaan lahayn meel walba gelaysa xoolihii dadka aad ku xadgudbaysa gacantaa la jaray bacdu markaa acdaaulislaam waxyaalahay dhahan waxaa ka mid ah waxay leeyihin haddii aan dhinaano gacanta ha la gooyo qofka kasta oo waxado natiijada waxay noqonaysaa nisfu lmujtamac inay gacmaha la guro hasireereen mujtamaca niskii in gacanta la guro oo mujtamaca niskii inay dad gacan aan lacan lahayn ay noqdaan ayaa ka dhalan bay dhaheen halkaa maxaad ka fahamtay in mujtamacooda niskii uu tuugayahay mujtamacooda niskiis inuu tuugayahay ayagiibaa isku qiraaya wa ilaa mujtamaca muslimka sidaa ma aha hal iyo laba boqolkiiba hal boqolkiiba laba ayaa dembigaa ku dhaca walidaalika xilligii nabiga calayhi salaam wax gacanta la jaray oo tuuga waxaa weeyaan wax yar weeyaan hal iyo laba wax saas oo kalea la sheegaa xilligii nabiga sala allahu alayhi wasalam marka kaamagii gacanta la gooyana intii kale muslimiinta waasici diiniga ee alla kacabsigii lagu daray ciqaabta adag oo nin walba indhihiisa ku arkoon qofna loo mujaamalanaynin waxay badbaadinaysaa dadka kale gacmahoodii iyo xoolihii dadka kale intaba waa badbaadayaan wax gacan la jaraya lama arkaayo marka waa gacan la goyn la arki mahayo
طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر وحيل حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمره عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقضع كيقو يا صارغة توقى في ربع دينار فساعدة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي وعبد بن حميد قال وحيدنا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد الزهري كلهم عن الزهري محمد بن مسلم بمثله في هذا الإسناد. حديث كان على ميضة أي شيء سفيان بن عيينة على متابعين يا متابعة أصلا ومتابعة تامة ويان. قال وحدثنا أبو ظاهر أحمد بن عمر بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي وحدثنا الوليد بن الشجاع ولفظ للوليد وحرملة حابة كجر تماشى. قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن الشهاب الزهري عن عروة بن الزبير إيه وعمره عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة لبض وكوريين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حجري لا تقضع يد سارق توبك عن سلم إلا في ربع دينار فساعدة. دينار ربعيس أفر لوقب يمشيس وهل قرام الذهب يربع الربع فساعدة يا كبضة. قالوا حدثنا أبو ظاهر أحمد بن عمر وهارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى الطباع واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو ظاهر حين أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا مخرمة عن أبيه بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار المذري عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها سمعت حين مقش عائشة تحدثه والرميس أنها عائشة سمعت إن مقش رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له لا تقضع اليد قعنت لمقويه إلا في ربع دينار فما فوقه دينار ربع يوحكا كرية فساعدا دوي مركي يقفك وحضاء مهراتي عدين لغوه الله له مركز قعنت لشرايا. قال حدثني بشر بن الحكم العبدي مركا وحاويان أسجي توقها إذا كو حد قدبي يا أمني جي أنا بتقل يدي كو حد قدبي أنت الله تيتين الدفاع عيو قفكي حولها اسكالها آوي يا واحد لاي والله حلو أنا السوداء برسو في روين وسيد الجذري إيه قال له سيناي قال له إيه مس قال له سيناي كبر رئيس تبنانك أيو إيمان أيها دنا في روين مركز السوداء أنا كرك السوداء يا جريها ومر لبا دنا أنت كبر حابين أيها مركا حريتان لا حريكم في الله وإنك أنت أيها رقاق اللوديد. قال حدثنا بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدارورد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي مقاشي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تقضع يد السارق توقع أنت سلمت شر إلا في ربع دينار باللوغو فساعدة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن ولد المسور بن مخرم عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواس عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال حيتري لم تقضع لمتشر يد سارق توقع أنتز في عهد الرسول الحلي النبي عليه السلام في أقل وحكير من ثمر المجن قاشان لعقتي وحكير لهم قين حجفة قاشان كاسي أو ترسن هيا ونوعه كميدة قاشان هذا لبضبا وكلاهما لبضبا ذو ثمن لعق أي أصحيب هيانو وحقيمة لها هيان قيمة يدون والربع دينار أو ثلاثة الدراهم أو تصرف كذا مركة وجوه ربع دينار وجوه أصل محاوة وحلو قيمة يقفك وحضا ذهب على دورا أصل كواكاس قيمة ربع دينار هل قرام يربع الربع قرام انت هدو كاسا مرة بلتاقران وإزبدالينين حق العبد أيضاً ثلاثة دراهم بالأجري ثلاثة دراهم وصوشة كميتها مسوى قيمة ربع دينار بعلماء اسكوهيان قيمة ربع دينار واي. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة لأنه ألف دينار بوحود جوغي ثلاثة عشر درهم بوجوغي ثلاثة عشر ألف درهم حين لقاء صديقا مكا ثلاثة دراهم وحودي قانتها ربع دينار أيودي قانتها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاو حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي وكوري وفي حديث عبد الرحيم وأبو أسامة وحاقصه وهو يومئذ ذو ثمن ثمن المجن قاشان كاستقى العقتيسو معانتا سحوها ذو ثمن يمد العقو صاحبه قيمه سنو يا ثلاثة دراهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قطع سارقا توك بو نبي قوي في مجان قيمته 3 دراهم اي تاي قيمته 3 دراهم اي تاي اي تاي. طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن الربح عن الليث عن الليث بن سعد حا وحدثنا زهير بن حرب بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ابن علية حاء وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب السختياني وايوب بن موسى واسماعيل بن اميه حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو النعيم حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل بن اميه وعبيد الله وموسى بن عقبه حاء وحدثنا محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا من جريج اخبرنا اسماعيل بن اميه حاء وحدثنا ابو ظاهر اخبرنا ابن وهب عن حنظله بن ابي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن انس واسامه بن زيد الليثي كلهم عن نافع بكوريا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى عن مالك غير ان بعضهم قال قيمته بينهم قيمته وحلو قيمه وبعضهم قال ثمنه لعقت مركه وجوه 3 دراهم بهيد انت اسو سنده بلو في رساله الامام مسلم رحمه الله حفظه اله سيي يدقها ولبا حفظه سو الى علينا ايو انت اسو رواد دنبا او كلا الحين هي كلا دوايو ماشي اسكو ماضان يا مجمع يا مدار كود او الى علينا ايو يا حفظه هيرك او غارسيسن يا فير الامام مسلم رحمه الله تعالى ولذلك كتاب الصلاه وحن كسو مري مركو روايه ان فربدان سو اروريو سند كود كلا هفي او كلا لخي او كلا لخي ما تريجين هل بل اسكو كيرن ايا و كو ختمي هذا القيمه بدن او كسو اروريه يحيى بن يحيى يحيى بن ابي كثير اليماني او يري لا يصداع العلم براحه الجسم علم لو ما هلو او لو ما غارو جسم لو راحيي وان هردي او وان راحيسن او وان نسني او دال اي وخ ير او رفاده ما اوغلي علمنا ان ييشو لبا شيء اسكينيسا ما اها من طلب العلا سهر الليالي سهري لتنقيح العلوم ألذ لي الإمام الشافعي أبيات الشعر كما تقرنيسا عن مالك غير أن بعضهم قال قيمة بعضهم قال 8 دراهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا وحيدا حدثنا أبو معاوية عن لعمة سليمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي حجري لعن الله سارقا توق لعنة الله يقول لحظه وهذه هبار رقا ديوه أما وخبر الإله بالعنة دي قفك توق لي هذا يسرق البيضة وكم بوحدي فتقضع يده قعنت اللوغين ويسرق الحبل حرق بوحدي فتقضع يده قعنت يساء يا اللوغين بل وحا وحضا يقيمة دردي سفيري يقعنت يساء سيدا وخمارا يقعن لانو النقضي بيضة وكنت هدي لي هذا وي مالك هدي بيضة وكنا هنا ربع دينار بينا لنين وحقيمان لهين او عقيدو بدينار كان هو اي تهي بيضة سوحا لولا جيدا وسبب لقطع يده لانه قفك توقع كبير الله مهيو انو قريها تبصدو بروكتو تبصدو ما لها العقدو اي فرد او قلو كبير الله مهيو وكبير الله بي دباشا ارفكو كبير الله بي دبا الحمضة ارفكو كبير الله بي وحيالا يرى المعنى لهين تافه ارسان شلن شلن كو حادي تبسيك بو نقان وحو وضا وضا ومركا دم خبري جبرجان من قصوين بلو صفر يسرايا مركا توقع مركا وكنتي وحادي مركا هرادو وحاس كدين لها وحوين ومسيو قدين وكم وحضي وكم تبادل وحوين ما صورها مركز دم وحق عنت الله حابي وقع عنت الله شر أيو سمينا يا حرق بوحضي كدب حرق أسا وقد بايا إنو حوالا كبضا وحضي وكاس عنت الله شر قارو حي بين بيضا وحاويان كوفية دبرت من حلق الشضا وقيمة هذا الدينا اللي كبضا مو نقنكرا حرقنا وحركها وحوين سفنتا يدوبها لقصوا حلق بالرسين كيضا وقبتا الرماسي قار رير هذير المهم لبضا معنا هذا وحاوي وحي قرسينيسا قفك توقع مر وبابا واحد وحد او ما دغنت غانتيس غانتيس قيمها بدن او ما دغنت دوليغا او اسبداي اي وها او مارته حاليه وها لا مريي وها اسكو دغما ماها هلكا وها كان لغا فهما يا جواز اللعن السارق بدون تعيين سارق يتوق ولا لعن كرا دون عيبين توق وحدا يا دارت لعنه الله عليك ما ديس بعينه حتى قال بابا لعنه الله عليك كدي كرم قال ولكن سي عام وضل لعن ذكرته لعن الله سارق لعن الله على لعنتنا على الكاذبين على الظالمين وذكرته لكن من معين ما لعن ذكرته ورميس لعن ذكرته كل عضي وقال ما كل من دوره ويرونار وياه ورميس
طيب لكن صفاتها يدا ذاتك سمياس دودوبهان واتراء والله عرضي كرتا. حدثنا عمرو الناقد بن البكير وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنذلي بن راهوي وعلي بن خشرب كلهم عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن نعمة سليمان بهذا الإسناد مثل غير أنه يقول إذا سرق حبلا حرك هدوحة وإن سرق بيضة يا تخضع قعنت الأقير يا بالله عرضك نعوذ ذافيري باب حكوسها بسنية هاي قطع السارقي سارقي يتوق إن لقو يتوق سارقي الشريف شريف كها وغيري غير الشريف ووضيع على بضب ولا تري والنهي وحال النهي عن الشفاعة إن لقير في الحدود حدود قف متيسية عقاب شرعية إن إرجل الله إرجل حاكمك يا قاضي أنت لو قد بيه كذب لما أقول عيدنا وقع حدود الشريعة ولو السمية هاي الرئيس والمرؤوس الشريف والوضيع أنت بدك وسمية حيون كشرعية قال جار لا صار مجرته يا قرب بير مجد الله يرادون شريعة وإن قبل المجرته شريعة وسمية بدك عدالة الشريعة إذا كملتها هاي إن بدك لك على صارين وقفوا بمجنسي عمل كيس الله مريه يوحى متهيسته عدالة كميته قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الحاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث عن ابن الشاب عن عروة عن عائشة أن قريشا قبيل كرير قريشين أهمهم وحامرتي ولا مرجين شانون المرأة المخزومية نالتي ريبني المخزوم حال كذي التي سرقت حضي هذا رواية سرقت أيضا نوعي هيد وعي هيد وكوشي ذا الرواية صوص عطاه كانت تستعير انت حوالها ذاتك عاري يزتو او يترهب لاي كوب يسي بكيري يسي محوها قاضي يسي هدو مكي وحي نوسو علينا وحديه جرت قرمان اركي تجحد ويجيديسا مكي دماء الله في رسالي ومخراتي الله سمايستي توقع النمذي بالوحي كومي قعانتي بالله جاري مكا على هذا قفك عاري يده دو دي دو وحي ارقستي انو صارق لغو مكا عابي قارك ساسي قبان الروح إليه ما عاري يد الله مكو ينينه عاريدي اي شقه حمدي اي عاريه كبلوداي يا توغن نيما مركه دمه حدنا وحب سيبتي فقابك وحو نوقدي اسم بما لقب عام ونوقدي بو نوقدي فقال وحيد من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي غبدا نغلا حدل نبي غلا نغلا حدل فيها في شانها غبدا حال كده شان غانت يا لغوينينه وا غبر قريش او بني مخزومه غانت با لا جري ايدو غانت ميدغتيد لا او بيد بس اون تاغتاغيسا ايا الله اركي امدي كلنا وعيبن او غبا دينا توغد ان دي رير توغاتي ان دي سا درتي ارينتن نبي عليه السلام ان يا نغلا حدلا ارينتي waxay ka dhigaan wax shakhsi ah وانا حقن الله او عام نبي انما هو قاسم حونك ام قيبنا يا رسولك عليه السلام حونك الهي با اسكله فقالوا وحيد ومن يشتري يا كدي رن كر عليه النبي الا اسامه مويه وهذا من فضائله صام بن زيد مركه الزويديه وحي نينك النبي عليه السلام وكان دلابي كرو إيه النبي عليه السلام هذا وجعله أسامة كريه كجد حب الرسول إلى نبيك وجعله عليه السلام محبوبه سجى أبيه وجعله فكلمه أسامة طبع الله لي ورسام النبي قال الله هذا له ما أنت قبضه أنا نوع فيه فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه مركو أسامة ولا تجي أتشفع في حد موحد إرجك تهي حد من حدود الله إلى حدود زكامدة وإلهي هو السارق وسارقة فاقطعوا أيديهما أوجي القرآن قصوا مياد إرقاك التهيئة الليلة المانتها لقال لي حيو أركاسو النبي آدو عنا عانتي أتشفعوا وإنكار وإستفام وإنكار أيان وإنكر النبي عليه الصلاة والسلام أساقنا الجهري بأقلي يا رنت هين أزلق محولها صح وشفع عوي قالي كرتابه إسلاه يرقو ثم قام النبي وإستاق عليه السلام انتكم مكافتو منهم ما دام وركا ورسوقا كجراوها وقبضنا سيدا يا محكمة دي لو قد بي يا رنتي نبي الله لقى الشفاعة طلبية إرقدي بناك التقوي يهي بناك ونبي قنا صوت لقى إنكركي يا منكر كاساقا إنو الزوريو ثم قام وايستاقي فاختضب واخد بي خضب وكسي حيو بلانتا اختضب خضب بليق وأذق أي نبي خد بي فقال أيها الناس ودلو إنما أهلك الذين كوي وحاها قبلكم إذن كان يهري أنهم كانوا وحيها إذا سرق هضوح فيهم الشريف قف شريفة وحدتك أيو يقانان قفك وقف شرف له أما مالكي سيدتك مالكي وحقوقي ميان أما منصبك وحقوقي ميان أما دلشي نصب وحقوقي ميان أما قوني معرفي وحقوقي ميان تدك النوع عاصو كلامك وحضان تركوه كتغيان وحيليهن هبا المقوم كالركعانت وإذا سرق فيهم الضعيف مثل ضعيف كي انت مدنا عانحين مركو وحضانا أقاموا عليه الحد حد يكون في الأيام
وقعنت بقى يفلسينا يا واتلي تاغلاوي وحلا وحش مالها شرف ماله قعنت اللي بين حون كده بين وفين نبى ليه مسكين بقى مسك الله فولا له مغش مسكين يا مسك الله فولا له مركا اقاموا على الحد حد كو في ليا كي كان وحا له ورادق بح ويا مولاي سداسه ددك هره يا وخيالي مي لو هلاي كميدهد ها انما اهلك الذين قبلكم يعني وحي لو هلاي حسر قاسي وحسر اضافي وي يعني وحي وحيال بدن بي سمايين ودنبيا اضافه وحا لو درايا وهلاقي وحيالي اسو بي كميدا اني مدك شريف كان دايان كضعيف كان غانت غويان نبي وحي لو يا مولاي الهي كو دارتي والذي نفسي بيدي لصصعد ويا مولاي يا كو دارتي لو ان فاطمه هدي فاطمه بنت محمد نبي محمد جبدي سي هي سرقت هدي وحده لقدعت يدها غانت غوين لا انا بشر لا قف كلا وكيل او ما دغتيبا لقدعت يدها marka waxa weeyaan mubaalaga fi inkaar way inkirada uu nabigu inkiraayo arinta ayay laga hadlay ayuu wuxuu gaarsiyay gabadhiisa arurtisa ugu jecla dadko dhanba ugu jecla faadumatu zahra radiyallahu anha faadumatu zahra iyo gabadhaasi bint maqzum bint maqzum ka yadan faadumada dhigi jiray faadumatu zahra ya asharfu diinan wa nasaban wa jahan ya ka sharaf badan ayada ka sharaf badan xaga diinta iyo xaga nasabka wa ina muhammad bint rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam وحق جاه يا كرامة يا قيمة أنت ولا كشرف هذا ومع ذلك هذا وحد لهد قعدت شر له النبي عليه الصلاة والسلام عدالة الرسولك يا عدالة الشريعة هذا إيه أنت كلا كلا سار ينحون كشرع يقامر كلا هذا لايو هذا نقطة إنه قفرية حدود يا هذا نقطة إنه قفرية قصاص يا هذا نقطة إن إنكر لا إنكر منكر كوا ولا هذا الله أنت بدك واسميهن وفي حديث ابن رمح إنما هلك الذين من قبلكم حالا كبير كبدي قعنت على شري خلاص وحدثنا ابو ظاهر وحرمله بن يحيى ولفظ لحرمله قال وحير هذا اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا اهمهم وحامرجيه او الى مرغين ميل لمر وايين شان المراه في قبدي حالكدي مخزوميه التي سرقت حدي في عهد النبي حلي النبي عليه السلام في غزوه الفتح سنه كما كلفرتي ما كسرت رمضان مش سرت جديات على فرتي رمضان بيهات لباتن كيسي تمام بري أو رمضان أو يلبي جوجي يسجل بري أو شوالة سجل تمام كبرو نبي عليه السلام جوجي ما المها في قزوة التفتح فقالوا وحيد من يكلم فيها الرسول الله يا نبي كلاه اللي كرارنت عليه السلام فقالوا وحيد ومن يشتري يا كودي رن كره دي لسوب ورا يستي أول يا نبي وتي كره قف كودي رن أو نبي ورا يستي وأكون عليه الرسول كي الله أسامة بن زيد مويني حب الرسول الله نبي يمتكو جعل ابن حبه لها فوتي بها رسول الله نبي الله لا إمالي أرنت يد أسامة وليمت فكلمه فيها أسامة بن زيد بقى نبي الله أضلي فتلون وحاب الدلمي وجه رسول الله رسولك وجه يسا عليه السلام آيات تغير عرضه عرض درته يا وجه يسا اسمد القدعة صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله ويرضى لله ويحب لله ويكره لله صلى الله عليه وآله وسلم إلهي درته أرنجري أو جعلان جري أو نعجري صلى الله عليه وسلم فتلون وجه الرسول الله فقال مكاسو نبي حجر أتشفع أسامة موحد الككتة في حد من حدود الله حدود الله حد كم يضع القرآن كي وعد يي مياد الككتة قولكم مركا ما أنت كهض له أو يرى ورنقد داية أما اسكم حكومي كرر الشريعة هذا يرى هذا قفك أسقى خلاص ويا علم يا قوري معرفة هدو أولي هاي أورك أسقى ولسه متحو لسه يستهقو وكو قالوا بيا إجماعا لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بضرورة وحشر على سوء اقتهاي وإنها بيرة تتويل قري كرين أيو من كاس قفكا سيا إنكري تازو إنكري طبعا الدرغة يضع في المسلمين تهيستا إنه قفكا قصي دردره وأولا جهلون يرادوا فيما لو لو كنا أقوياء هذا نحوق يلان لين حتى مو قرين قفكا إنه سي يرادوا قفكا سوا وحاويان وقف تحدي يا كهرتق يا دقال عد كقار شريعة يا دينتا يا الله يا الرسول نبي حوية تشفى في حد من حدود الله فقال له أسامة وحكير استغفر لي يا رسول الله رسول الله إلهي إدم دافي ويدي إدم دافي ويدي ما يلبان قد عيه ما يؤغينه فلما كان العشي قلبت مركي لجو قام الرسول الله وحوية استغفر عليه السلام من مركي فاختضب واخد بيه فأثنى على الله بو أمان بما هو أهله أمانت إلهي متيسنا أي كب الله يسي مقدمة استفتاحها كذب فإنما أهلك الذين كوي وحاهلا من قبلكم ذكر غوري أنهم كانوا وحيها إذا سرق فيهم الشريف قف قيمة أكتوضة كان مركو وحضو
تركوه ويكتقي جرى ويسكنها في جرين، وإذا سرق فيه مضعيف ومركوا حضانا أقاموا على الحد حد يكون في جرين. وسيد هذا جرتبه دي وكوه ملاحظة وهوين واحد نعيان إيه تبصان عيان وحكذا بهالي كرماله. لكن كوا أنا وحوين سيو حي وحي شكل الله رجوج جن أما والله حليبه وهذا أن حوال الله نعي دولة نقاره هذا فرع بدن له كونتيه هذا والله ولا بابه له عروق كاسو حد ما شقف الله حري هذا ما قشنا العقد بالسوء عليه مقل حولي بالسوء عليه مقلس وهذا حتى وحبا كلا ليه لقصوا شبت صمر لقربت العقد زمان أما حوالي ما دعيس لأنه شريف انتي بوبارت اسكوسي هونغين قارو اسكو هونغين قارو كوسو بخايا بالله التوفيق نسال الله السلام. اذا سرق فيه سرق فيه مشريف تركوه بركو حويان دكو حويان ايغو لا يابا مالي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح لميت الام ليس فوق الكفر معصيه قال لما وحكو ماجر. طيب واذا سرق فيه مضعيف من ضعيف ذو حضر قام على الحد وإني والذي نفسي بيده بير وأيم الله وزمر إلهي نفتي إذا قعنت كنت تقول بارتي لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قبل ديني سرقت هذه حد الله قدعت يد قعنت أنشر لها ليس عند الرسول الله محاباة ولا أنانية ننش عليه يكرى الرهب يكرى إيحيقة نبدأ ما أقول إن صلى الله عليه وآله وسلم شرع بعص أمو يقاني ثم أمر بتلك المرأة ما أكتب أمري التي سرقت حد فقد يعد يدوها قعنت بها لقويي قال يونس قال ابن الشهاب قال عروة وحوية قال عائشة وحيتري فحسن توبتها توبتها يقول ولا سنتي بعد إذا كذب وحي حمانتها يدب يا كتوبت كانتي قبر قيمانا لين قطي وتزوج ذو الجرستي سمعت ومن يتق الله يجعل له مخرجا الغالب قبر قعن قوان والنافع انت بدن قول كذا لقوم تقدره لكن لما تابت إلى الله وخشيت بالله وانقادت لكتاب الله أيها جانستي إلهي فرج بأفر يوطى والا قرسدي وكان تأتيني بإله عائشة وهي إيمان ترت بعد ذلك كذب فأرفع حاجتها إلى رسول الله ضمت إلى هذا نبي أوقد بن جاي نبي هو في الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بركوا قبر مسلم هذا لكن دم يكون عدوي دم يجي ذي بالغطة هيري مسلمين تيسف كورك يجري تامرك لأن كنت كوري ما هي خلت كيدنا ولا مريي قيمة هذه مرتبة هذه لأننا كبح حقير هدنا عدالة وسط كشحراء عليك ميتها آه. لا تظلمون ولا تظلمون هذا هنا هذا واحد ظلمي سلام أقوله إلا ظلمين الله ما أقوله وكان ميزانك شريعة أي يحكم ميزانته وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر بن الراشد عن الزوري عن عروة عن عائشة قالت وحيت ركارت امرأة مخزومية ناكل ابن مخزومة وقريشة تستعير المتاع على بدي عالية سنجرتي درس كوالا رقتي على بدي ما حنت لك لقد قاتها وتجحده وكاسي جيد جرتي يا إنكير جرتي ولا يا كام قادم يدي جرتي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمر مكي مخرات الوهي أن توضع يدها قعنت إلا شرى فأتى أهلها أسامة أهل كي وحيوي مالين أسامة بن زيد بأوي مالين فكلموه وإلا هذا النبي يا هذا فكلم الرسول الله يقول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فيها في شأنها ثم ذكر له حديث الليل ويورس هذا كي أسامة حب مركز لك مسوى قادم وعلى سكتوري وحدثني سلمة بن شريب قال حدثني حسين بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن امرأة من بني مخزوم سرقت واحدة فأتي بها وحلل إمام أرنك النبي والنبي عليه السلام فعادت وحي مدنك شيء بأم سلمة زوج النبي النبي عليه السلام حاس كيسي أم سلمة أي يكون عرفتها وترميش نعمل كبت بادها شرع هذا كل هذا يكون معكته كما بتبادني حتى كعبد لكبت بادنا أكيد لقد لي نكي يعني خطرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري والله ما كنت أرتي ملك استهجش لو كانت فاطمة هديهان لأن لقد دعت يدها قعنت نقول لها قبل إذا فاطمة فقدعت قعنت بالله شري باب حد الزنا زنا دي حد يدي بكسر سيني والله وقف أو عن حلال اسكو هين بنكاح صحيح أو بملك يمين لبدا أمبا قفك أو قلمك سمين كرا أو لو قليه إنو قر حلالة أو شروطي سوف صدي أو قبل نكو قر صدي يينا تاي الدون سريا او ملك اليمين ملك اليمين ويان ما يعني دتك قارو عايز كده هان دتك كلا يا دون اسك دهان ما اها مغالبا دتك مدويو تا لو جيدو عا سوا ويان صح ما اها زنا ويان اي وها ويان وا ميد غانتا لا سو غشاي طريقه سي شرعي او اوغل يحي او اه اما ان لا سو قفاش دغال بكو دحو مسلمين تي غالدا اما لا سو ايبسدايو ادوما اها دتك لا سو ايبسداي وا اما لا دخلاي
طريقة ملك اليمين كا لبلا وحان كاهين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون انت وحانين قفك للبور راذية قف حد قدبوي قفك حد قدبر محمدية ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه نفتي سوء ذلمي ظالم لعنة الله عليه مركا زينو حد إلى ذهي زين هذا حد يدو إنه إمام دونته وحال الربائن سي شريعة وعيو إلى لسي عرضيها إيا شرفت قفك إيا نسبت ديسة آهد باللوات كي يوحي بما تثبت الزنا وحي كسقنات أفر قف والرقعة مقراتي قد عدوله ولوك السوية هاي وأفر تبا كم مقراتيك عي إن زين ذي أو أركان سي عيانا أم عيانا أو أركان يا لما أقول قريبا إسلاق قلين إيو الباب كي صوحي دين إيو شنقر بان مقلي نيو قميص بان مقلي نيو وحاسو دن كما سوغناني سزيند وامارات يا علامات يا فول حمى وي تاهي وقول يا هرال اسلا قال يا خلوة اسابا فول حمى هو وسيله الى الزنا لكن مدي حد اللي قوه فينا وينات وينات وين وقفكم الى هذا اسابا اوه وحي وقلا يا نحن كنا عجل ايان اركي وين هذا وين وركو صد افر هدي نعم وركاس ومركي سوي استاغان محكمة دمد ودبو عرانو او ايراني مايا صدح ايدن السوي ساجيان ما كمان دهرتيدي صدح راسا لسيحين ايا سيديتن اولاد بالو دفاني ميدول بابا سيديتن جيدو دفرايا هل با كان ما قنافر كيا فراد بي واين لما هو قولا مركا مركا وعد با لربا مجتمع عيبتي سين لا استرو حمان يا فاحشه ان كف فافتنا ان لا جعلانين ددك انت لا دوري كرو استورانتودا يا عيوبتودا يا شرفتودا يا كرامتودا يا نسبكود ان لا دورو اي شريعه مر با وصعينيسا شرعوا إن قفك عيبه سو بنان قال تاغو لما اوغلو ولذلك لا يجوز التعميم ان ددك اي مارته مبالغات اي سميان اهل الاخوه ولا لها قار ولا يابا ان حماسه دينيه اي كتا غيرو ان اي هذا لا قار اي كو هادلان اسكي لا يابا لو باهي يا وي زينه دا سيفو دو شيغان دا ميشا زيره كجيرتا ميشا زيره كدحداي زيره كو فافتي مغالدا ريمها نو عاصو كلا وا خطر بيلدا سو استاغ با كو فيلان زينه دا عادرت نو شيك والا على ظهرك 80 جلدة سمرت سيديت جيد الباكو هيستا لدي قفكاسا وربح حيالها اسمها ما في عليه ارمها نو عاصي خلوده يو حجاب دردي ود كان لكرتا لكن زنا فافته ما كان لسه يستاغتو شريعه وهي غشاي سي وهي ربتا سيديت اولاد كان افر مقراتو ادي اد افر كو تاهي او ان وخي لسكور فديي اه ما اها ميل بالس يستاغ يو واخ بالس تاارتي ما هي يا وصايش يا غاياتكو كلا دوين دروب تاكل كهذا يا أرقتي لكن زينة دي أنا تشكت وحيو بانت هاي حيو بانت يا أقرأتي أدق بيو بانت يقف كي إنه قرتي ويرى أنا زينة است أما إسلام تقول لوار كيدا من لهين وينام ما عندهن تاي مركا لما أقول مبالغات حد إما ضافية لما أقول ما كان ممكن كأدين كريسو حد يسول تجنو لأنه إنا ذو علاج زار تاي إنا باسين كسي شد ضبك لما أقول وما قدرته إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ها قوة شعل إلى حمان تكفى في مؤمنين تا وعيب تأيفى في قوة شعل عذاب أليم إليهم هذا في الدنيا والآخرة لين الدنيا آخرة بقى وكو عذابية حد بقى لما رين الدنيا ولا قراعي آخرنا والله استاه أقول له يوتو بذكين واي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشام بن بشير عن منصور بن المعتمر عن الحسن البصري عن حضام بن عبد الله الرقاشي عن عبارة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحيري خذوا عني خذوا عني يا قاتا حق يا قد جعل الله إلهي وإيالي لهن هوينك سبيلا وددي لمرين لها إيا حدو ذي حون كوذي إلهي باكين سودو تشيي البكر بالبكري قبل دي قشانتي ذي هيدو نندل يراه وصانر أن غير صامر أيسكو تغيين الزينيستين جلد مئة بقول جهدل أيا لغود فنايا والنفي سنة سنة والمسافرين أيا والثيب بثيب كي قور صامر ومد قور صامر كزنا يستينا جلد مئة بقول جهدل ويان إيا والرجم دا يحي لغود دلو لبا لسكوة دالي سمارت البكر بالبكر جلد مئة والنفي سنة جهدل كاسقا بقول كجهدل إن غود فنايا قفك أن نكاح رذنين تا يدو والمتفق عليه والسكوة فقسي حديثك والنفي سنة تذا أيا الفقهاء هذا النقاشان إن لما سافريو هدوني يا هاي يا هدونا يا هاي با أرى عيلين هدي هوا ينتهي أو لما سافريو دي وحاوة يعني إني سفرتو ما
محرم لعام إن سفرته أيام الذي ذي إن سند إلا ما مسافرية مقالب مقالب كان لقيه خطر كبضم كإيمان كرته هدي لي رأى محرم كذا الله راعينا ما ذنب المحرم محرم كذا ذنب يسمحوا يا سجل المسافرين أو يزلان تلقيه مركز يقدر تدعيه والله نصحي الثيب الثيب أكوي بجلد مئة والرجم إن بقى حلو قد له يدور حويان مسك بكو عدا هاي قرآن كي تلاودي سلا نصحي إيو حديث كبه وكو عدي هاي لكن إن قرعنا الله قدره بعض العلماء يا صحابة قاربا كنت جاي قرب عليه أيضا والا نسخي جلدك لأنه حون كان دل وحكا وين مجرته لا أحبها دل قد لا قراع وحبا الله قراع مهاية قراع وحبا الله قراع مهاية واقع النبي عليه السلام حل يسي ماعز ابن مالك لا أحبها القد لي غامد يدي جهاني يدي أيقونا لا أحبا القد لي وح جلد قراع الله الله شاية مجرته وهذا يدل على أن الجلد قد نسخ وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله قال حدثنا محمد المثنى والبشار جميعا عن عبد الله على قال المثنى حدثنا عبد الله على حدثنا السعيد ابن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن حسن البصري عن عدام بن عبد الله الرقاشي عن عمارة بن أسامة رضي الله عنه قال كان النبي الله نبي الله عليه السلام وحوها إذا أنزل عليه كريب لذلك إذا أنزل مكي القسوة دجة وحي وحيك على الكركيس وحيك مركو كد قايو وحيك أما متل قرآن هذا أما غير متل حديث هذا كريب ولا كربين جري لذلك النزول كاسي أوليس كيس دراد إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا أوليس كدرتيس أي وجه وتربدا وحد دور سومي جري له وجه وجه كيس دور سومي جري هذه ما نقبوا أو بحر حتى عيته هاي وجه كيس إيد بكرة دارين جري يشيل كيس الرسول عليه السلام فأنزل عليه ذات يوم ما علم بعنا بقى الجسر ده وحي فلقي كذلك أرنكي لولا كل مجري على ولا كل مايا كربكي يا أوليس كي يا رنتي ودري مجري ودري فلما صري عنه مركي النبي قال لغفر حيي كتجد على جتك وقفر حي وحي جاء يدين تاسي علم جاسي لغود عفير وقفر حي قال النبي وحير خذوا عني وحذية قارتان فقد جعل الله لهن السبيل الثيب بالثيب والبكر بالبكر أيا الله كارحون كوذي وواسع الثيب بالثيب جلد مياه بقول جاور ثم الرجم والحجاد يحبه قرعيا والبكر بكاردينا جلد مياه ثم النفي سنة سنة بالمسافرين يا مركا وحشارة وحويان واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا مركو رساسة يهد هذه الزناء يكون دعانا مغراتين لو عبد أيوه قوليها كو حبسة قوليها لو حبسة سلامة حمانة سميزي إلا ما يكقدمتو أما ودك إلهي وعد أيوه وشيغو marka wadadii aday wadadii lagu cadeenay baa la cad yaa la sheegay oo xabsiga ay kaga baxayeen oo waa maxay boqol jeedal inuu dhufto hadii ay tahay sayibana dhagax lagu dilo kaasa marka yaa soo baxday dayib muqaabala marka albikru bilbikri la leeyahay waxay noqon kartaa albikru bisayib asayib bilbikri way noqon kartaa marka bidu waba xuunkiisa baa la marin hadii din dhalinyaraha uu islaam gaaxay guur guur soo martay ugu tagana بكري جينا بقول جهل ويان إسلام تينا تلحب الود لايا هذو نينكي رير سامر وجوار وتجانا حمام أو تجانا أستجن تلحب الود لايا ده أنا بقول جهل والود فرايا وذحوم كذا كلا قدر يان هذه ذو أناس بينا يبان دونا قصديس قال وحدثنا محمد بن مثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شبح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلام عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى إن تلا جهل يا المسافرين يا وثيب يجلد انت الله جل وعلا ويرجم ريح الودلي لا يذكران سنة ولا مئة يجلد مئة بقلب على وجه اليه ينفى سنة من الشيء باب الرجب الثيب في الزنا ثيب هذا وحلو جل وعلا ونقفكي نكاح زورتي ثيب حالة هذا محسن بلا نهاية وحاويان وانو يهي بالغ عاقل مختار حر نعم نكاح صحيح رسول مريم قفك انت اصلا شرط لا هي لا حاله محسن ما لدها ضي ما يراها مسوغلاي مجنون هذوها عقلي بالهد مسوغلاي حر هذا لي اظن دي هي دغ لو بدلاي اظن هو لا غراعي طيب دغ لو مدلاي طيب وين اي مركا غور سو مري صحيحه غور سو مر صحيحه او ولا ايلاج عقد يا نكاح بس ما هي خير انه غورسده او غلموده او اروستي حدثنا ابو ظاهر أحمد بن عمر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة
أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وحجر هو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر كنبي صلى الله عليه يعني كخب بينها يلوجده إن الله قد بعث محمد المبير إلهي النبي محمد مصادره صلى الله عليه وآله وسلم بالحق حق الله صادره وأنزل عليه الكتاب كتاب قرآن وقصد الشيء فما كان فكان مما أنزل عليه وحي الوسود الجي وحاكم إذا آية الرجم آية كهل ليس إما يحل قد إلا لابد قفة قولك سامرتي آية الرجم ومفسرين تأي أي ما سيقرا يا قريانا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما نكارا من الله والله عزيز حكيم آية ساس يقول شيخان آية ساس جري جرتي مركا وحاويا منسوخة لفظا محكمة حكما لفظي قال والله نسقوا القرآن هذا كو أركي ميزد لكن حون كان باقي ويانا ولو عمل فري وحوري عبد عمر بن الخطاب آية الرجم يا سودكتي قراراها وانا قريني لفظها وعيناها وان ويليني معناها وعقلناها وان فهلني نظرا وحكمة حكمة شرعية وكرية هي يا ركتنا الشرعية انت با وانا قد دكتور وانا بعد عضي وقفك أساقا إنه مليهي فرجم رسول الله نبي قد أقن قلي عليه السلام أوه رجمي ورجمنا بعده ما عز بن مالك يا غامدية ما يمان دونت أنا قد روان رجمنا وانقوح كوني فأخشى وحان كبق بلا عمر وملهم حديث النبي بأن جرى سقرا الله يابا إنه اقتباصنا يا أما أي سوافقين والنبي عليه السلام يري قف با إيمان دونا جالس على أريكته سررتي سكفا ديو سكفا تشفا كبير ميش أصلا تشيفا دينا دا هايو وحان كتاب إلهي كهي اللهم ماكو عمل فلينا وحي كلاسي دنك بقلين الله إنما يوتيت الكتاب وحق مثله معه وحي لسي كتاب قرآن إيو أصلا وكلاه السنة لسي لها بكالا قاذي كارو قرآن كوحو الشريع حديث كنبي اسكو حقو ويا اسكو مربع لمرنا يا مركا عمر الحلية فأخشى وحان كبقي إن ضارب الناس الزمان ذاتك هدو الزمن كل يراضوه قرونتي مفضلة ذهت قرني كوادي كيلا باري ساعات كتاب عينتي سابع تابعينتي أضافه وضدك دينا أي باللابط انحطاطك إيا شريعة ذي أوه وحبضنا وكمينا لقرريي ذاتك قيمين كلا الشريعة ذي مركا يتقام وحان كبقي أن يقول قائل قف اسكهض لينو اسكهض له وأولينا ذا ما نجد الرجم أنك الرجم كما يرين في كتاب الله كتاب كلاه بمنوع سوكرا ملاحدة علمانية حقية شريعة مننا نجوذ أدوان دين اللي قد قرآن أو قلين أي هدنا الدين تي قرآن كبي دوت قلنا يا دوت قلنا يا وإلهي ما يا كما مقرر رجم كما قرر هذا يكون قرآن للوات الآيات اللي لديها كما نغمينه وكوه بدان كم مقتبين أو قلين ما نجد الرجم في كتاب الله إنا إدها ما كبقي بيجر فيضل أي دمان بترك فريضة فرض كتقديس أنزلها الله إلهي وسودتي شيء فرض إلهي وسودتي ولا قد تغي ما لقد دحلها ضلال يا باذن ما لقد دحلها وإن الرجم رجم لا يدلع إن قد للزاري المحسن كان في كتاب الله بكس غنت حق وحق في كتاب الله كتاب إلهي بحق ثابت كس غنت على من بانا للرجمنا يا زنازل يستيبا أحسن هدو نكاح سورتيو قورو صامري من الرجال الرقية والنساء وينبا إذا قرتبا للرجمين قامة البينة عدين له أو كان الحبل أور وماشي ما بسلانا من لهين أيا أور كصب حي وإكراه يا خصب لخصبين من الشيقين وحمانهم واندورية الوسمين من الشيقين وإذا أور لما لاركي أور كان ملك حقا كي يدواي أو الاعتراف أما قراشا وقفك أصابا قرتو يري حمان تاسا قول حي بيري انت أمرك الله حدا سايمان يسبو ليه مركا وحي كمتا هاي خيرية هذه الأمة أمدا خيرية دي إلهي وكشي وكذلك وكذلك وكنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس خيرية أمدا حاكم إذا أنا يطقن قرين أيام وقرآن كان كريم كأن تلاوهان يقرالهان أو السقنين ولا يرحقونهان كي وباقي كي هاي كل دقم اللي يرأين أركين إن يطقن قريان خيرية أمدا يكملتها هاي وعندنا كذا دوين وكذا خير بنا هذا اليهود يهود آية الرجم وحيكون قرية التوراة بيكون قرية النص أو قرآن بيكون قرية آية الرجم أيضا قرآن بيديدين أنا أخريان ويكون دغمان ويدغن قريان بيديدين أنا أنا آية الرجم قرآن كأنا كون قرين يا حون كذي يا حديث كذي اللي هو حجي يا كون دغمان أو قال الله هاي وهذه من خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم أي كخير بنا طيب تسيسان
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. بابو حكوسة سيئة من اعترف على نفسه بالزنا قفكي نفتي الزنا كقراه أسيئ بابي يري حمام ما قلنا عايو الزنا ما قلنا عايو يري الإقرار أم البينات بالير هذا إقرار تقفك إنه وحقرته أسو قراه عدين تأغوين ويان لأنه هديدتك أي كقران أو مقراتيك رأينا وحاسو السمين أنا أركي إني قد يكون شهادة الزوء إنه يبير كل شيء بعد عقرته أو إليه ننكن آمان تقود كل ردنا ندلو إنه دعام بعد عقرته مركا غالب كأيو ظن يا غالب كالس كلاحهم بارا لكن حقيقة الأمر قد يكون كذب إنه يهاد عقرت لكن قفك سوى نفتيسة وهي خطر قلين لها اسكو ما قرايو وحجرهم اسكو شاقي. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن أبي خالد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبو هريرة قال وحيري أتى رجل من بايمد من المسلمين مسلمين تكامدة رسول الله أبو إيمد عليه السلام هو الرسول كو في المسجد زي كجرة مسلم ويان سيدا خوارج توكالي طفك دنبي كبيرة قد عوا أهل النار أبو أقال لهم هاي من المسلمين أبو كميديا زينو قد عاي هذا أبو هريرة وحيري رجل من المسلمين ومسلم لقوما قالوا به معاصي ذا إيه ذنوب تيا كبائر تواح شرك يا كفر يا نواقض الإسلام كارهين وهو في المسجد سوى كل جنابه قد يوصق علي فناداه مكسوء في البقد الواقع لبعتها هيزته إيه والبهار كي مروبته هيزة دم بيجيبوا كل عي لكن مركب شهودي أي بحضي وحقصوا حاضر تيا كربة إيه والبهار معاصي ذو حمان حمان تيا ذا نفت مركب هر شيطان كوقف وكوك حيا ومعوم عاني يوم مركب دمار وحايمان إيسا كربة إيه والبهار يا مروك أي أقفك قصوا حاضر إيسا إبليس رأوا حولا إني بريء منك حمام أتقول عضي بري بانك آي مركو كوب صدو مركو سحابي وعباد يا وقيل يا فقال وحولي يا رسول الله رسول الله إني زنيت وزنيستي معسيان قلنا عيا زينو فأعرض عنه نبي وكجي سدي هو أقفك في سوى مريا أو كل رذا ماها وكجي سدي بل أقفك رسالة حال كيسا عاقب شو ماها وهو يدين دونا وميوالان تبنيه دونا فتنحى تلقاء وجهي وصور إليه وصل لحد وجهي هذا ندن كوجه لي النبي يسوي يستاقي فقالوا حكور يا رسول الله إني زنيت وانزنيست فأعرض عنه وكذا يسدي حتى ثنى ذلك إلى حريرية ثنى معنا توالى وحريرية علي أربع مرات أفر جير أيو حريرية إنو زنيستي بو أفر جير سقري فلما شهد على نفسي أربع شهادات أفر مقراتي بكو نفتي سكون نغرزا سكون مراتك عي دعاه رسول الله بأوير عليه الصلاة والسلام مكاسو بارد كسمي ووحي موانع ذا إنه كسي في سيها فقال بك الجنون موالمته وقف هدو أصوه وعلم أوزينا كله أحبه حد لما مرناه وما جنون مرفوع القلم بالي أحبه الله ما يست قال الله ما يموالي ما أنك يواجه ذابي موالي وعقل بالله قال فهل أحصمت نكاح مصوب مرتي أو قول هذا كور مصوب مرتي لأن حكم باكرة تماية أو صاف تاسي حكم كحراء يا هذا وصفية محسن غير محسن لا حكم بك على ريالنا يا قال نعم يا رير بان صامري هذا يرقل بان صامري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حويري اذهبوا بك حي فرجموا له كل دلال سيدنا سكو مقراتك إن مركا دور شير وسكو مقراتك إقرارته أفر إيقاله مشارد له أهل العلم يقال حديث كريكا قاتل قالوا عليه ما ينكره نبي عليه السلام وحوته مكا قبي إن ونقرين الزنا محل لها ونقى شيء يتعطاب شيء وزنا أمليناه لعلك قبلتها لعلك كذا وكل وير ما نقطة أما ما هي حوار مسكح دي سأير شيء رئيس يورا صحة هين والعادي هين وحق مسكح وحق جارين أرمى سونا بقول بارتان كسمينا يموينه هل مرة بقول في الأول ذلك غامدية لا يمان دون تيجي جهنية ديو هل مرة ما كي سكرين مرة بعد لو بعرين وأي عضاتي وركودي قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله قف كم مغلى يسوله فكنت في مرة جمح ذاتك إلهي حكود إلهي وان كميدة هذا إليه تنفيذ للشرع الله حونك إلهي أول فلينة يوي جدي أرنتاس لقبانا يدعي حاصر أقريك على لدعايو أجل ثوابا أقصع ذاكوا رايح قراعي أجل بايانا كيرايا أصغر تطهير يدم مدافع أوتهي مجرمين تي عصادي كلانا زجرا إذا بدردوا إلي جوجيان أيال ربانا كوكوس قاتان نتيجة ذلك وحي نقول إيسا شعب النظيفة كتابك إلهي طبقي الرالي قريي دين توضي إلى شري فرجمناه بالمسلى وحن كل رج من ماشى سلا ده عيد اللي قلت كان جريء وجنازة ليه يلا أدنى بقي عكتين هيد فلما أدلقته الحجارة رجع مركي حنوجي سي مركي رحيه حنوجيان وسأل السؤال بيقول له لقى عليه ظاهر زماها لكن بقى حمركو حنوجي
هرب وعرري نفباستي ها واسحجين وايي وعرري فأدركناه وحنكو قار لقهر مهير فأدركناه وحنكو قاري بالحرة فرجمناه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلهم عسكر دويدين عرك وعرري وحاد عكر تأير قرينة إشارة أي تيسان من مودينينو أنا قم مرة تي زيندي كو إنه كسر نقل الله هذا ويرى وركع سبع بنبه يبرع كرتين فرجمناه نجح عن قد الله إنتي هكا لا تجي يا رحيم وين شيل مدد وقصي عري يا رحيم ليدي ماشي رحيم ليدي وقصي عري ما كسر الشيء ذي ورواه الليث أيلا عن عبد الرحمن بن خالد بن مصافر عن مشاه بهذا الإسلام مثله. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا أبو اليمان الحكم بن النافع شيخ بخاري بوهاجر أبو اليمان مسلم الشيخ الشيخ بن النغدي أخبرنا شعيب بن أبي شعيب بن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة دينار عن الزهري بهذا الإسلام أيضا. وفي حديثيهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سبع جاب بن عبد الله كما ذكر عقيل قال وحدثنا أبو ظاهر أحمد بن حمر وحرملة بن يحيى قال وحيد أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو الرواية عقيل أي شيء عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجعدري قال حدثنا أبو عوار وضع بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال وحي رأيت ماعز بن مالك بن أركي وكان إنك مسلمين تكملها ماعز بن مالك حين قرتي بن أركي جيء به الله كان إلى النبي النبي عليه السلام سبب إسكيريبا وأنا لا سعودي رجل نبوها قصير قابا أعضل كباب ووين نين قابا نلقوه سي محوها كباب كيسي ووين بوها ليس عليه الرداء قار موذن واسكقر قوانا قيد بوهاستا وسقوق باه نبي قوه يمين عليه السلام فشهد على نفسي أربع مرات أفر تشير بو نفتي زحوق مراتك عاي أنه زال إنه الزنيستي هي هلا يظهر آخر يقدر أن قد كي حمائن لقو عذابه نارت لقو عذابه وقبل اللي وعد أبا يقدرني ذاتي زيني سنجري النبي عليه السلام والله تصي انت اللي سكوك يا رقي يا هوين كي زيني سنجري قد عريري أفكي سعريري هاي قدها نواسا كابا دب لقوش داي مركاسا مركي دبكي او سوك عاو سو الشبالي يامبا كربي او صباحا يان ما صبيحي كرانسي دب مركو دبكي او يردمان وين قرى يان عبات كبحي يا قاولي يا فول حمضة النبي الله تصي عليه السلام كو الزينادة يا حمان تكون عجري. قال فرجمه النبي الرجمي ثم خذ مركزه خطبه اخري الله زود لي ولا زود لي خطب النبي اخري فقال وحيري الا كلما نفرنا تنبيه يا استفتاح وهو يا استفتاح التنبيه ولا نجد باريه دغ دغ كر قاضى كلما نفرنا مر الله على مركان بحنو غازينا انغو دولينا في سبيل الله جدك اله انغو كدولينو جهاد اي مجاهدين تو بحان خلف وحان ضامري احدهم مد كامله ددك ايا دبنو ضامري رجي خيارته بحي ودالك وبحي رجبا قريه ودامري أو هواين كودي الرئي دي بقول لابن له وحوسقنا هذا نين كاز دي بقول لابن أيوه نبيه بحوسقنا هذا لكن كان نبي بتيسي أرجع لكن تيسو كلا هواين كيف أنتو كن نقضوا أيوه هواين كل لكن هذا المعان يوحى صب بأفنين شارنيه أيوه لجلي مقاسو ولي بهانجانو يمنحه حسين أحدهم يتكاد ما حداهن مداد الكفبة بيل يرى عنا أيوه هستك جلين إذن تأتي اللون الشيكي حقا حقا لقا دعي كيسي رعانا لسيه براحة وابا يحوي ولقا قاتي أما والله بان قد أرتي إن يمكنني هدو إلهي المكانيو من أحد يمتكوب لأنكلنه وان عقابا يا عنو حقي سوى العقابا يا عقاب أذك أيان مرنا يا ابو نبي عليه الصلاة والسلام لذلك أنه عاصو كلا إيه وين كفا يسنا يا ضعف قولي تبرد الرضو باهيدا أي حيث قبرنا حيثتا يا دبر دريدة هيسا أوقف هاي ليستناي ويهي وبحنا يا صدقة يا وجه الله إلهي درت وان بحنا يا قبر دي بودمن كده يا دبن سيد الله يلا دبنا يا كله أيو كده كده كتشي لابا يا هو وني كستان ها قلبي جيد بروايون وقال كدي بدينا حمار وقصة بهي الربا أفكر نوع عصو كلا تلاوة لك بان مريم النبي والنبي عليه الصلاة والسلام لكن ما تقانا نعم يا ما قبل سيارة فشهد على نفسي أربع مرات أنه زناية وانصوم الرأي فقال رسول الله فلعلك قال ها صح مركا وفرت يا رسول مراتك عن نبي بارتان كسبي وحير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ما لقي يابا إنات يا ما لقي يابا واسرباب يعني لعلك قبلتها إنات أمكتين ما لقي يابا عديد رعدي ها لعلك مصصتها إنات هابت ما لقي يابا فقال وحير الله ما يا
والله با قدارته انه قزن الاخر مد كان دبجيركا غيرك هدا شحن شرف لهن دب اوو لابتي اني اسا اسكو جيدا قزره وزليست قال فرجمه ثم خضب فقال الا كلما نفر غازين في سبيل الله مر الله المكان بحنه خلف احدهم له النبيب نبيبك واللاقن ارجيو سمارك رذا وربا انو ارجيو اما او تغو ديسك غبودا مركو وكل لاقن او كل لاقن او كل لاقن دبنو كراعي مركو دغها كا غراعو دغا تيرو اي استاغيسا مغاز وخا دهلايا سدا سو كلا ويانو غبدي بو غوفادينايا حب كغلي وحب كغلي هو خيب عا او توري خوب او توري وحب كو توري وحب كو توري بركه دبا دهر غبدي وا ابا صحبي نقريسا ما انت كو دحايس وكا نبيب كان نبيب في اتيس مرعوف كو وحيسا حمانتا كو سميا يا وا درول لفتي وان كو قادي بوير مثلا وا ارقان له مره وان كو تلي بوير وا كوان له خوب ربعان كو راعين بوير يا وغير ذلك انت حوليسا حمانتا ايده غبدو كو داغايو إلهي سبحانه وتعالى واركايا توبت بالرب مركا يحمانتا الا فغادو نسال الله عافيه وسلامه. قال وحدثنا محمد بن مثنى ومشاق ولفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر درشو مع سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمره يقول اتي الرسول الله نبي عليه السلام بوحى الله كان بالرجل قصير من قارا اشعث بصاصا في عضلات حوكم ابو وين عليه ازان هز قلت هز قبه وغزنا زنيستي فرده مرتين لما جرب عليا يرور ربل وبالته شو ثم امر به فرجن لا فر افر جرب ترى يرى ترى بدل سو مرى بدل لما جرب دو عليا هذا ريري ورايستو نكا والي مكو وي عقلي يسمع كو وي ثم امر به فرجن رجع بالو رجبيه. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحير كلما نفرنا مر كان بحنو غازينا نغ دولنا في سبيل الله تخلف احدكم متكين بحري سوما ونود عمر يعني با سو لاقينا يا نبي بتيس تيسي سدو ارغي عمرته لاقيو يا منح وحداهن هوين كميد كميد وحوسينيا الكذبه وحيرو شيكه كجرو عانا ان الله اله الا الله الهي لا يمكنني ان الله اله لا يمكنني ما مكنيو من احد منهم قف ايا كميدا الا جعلته وحان ييليا نكالا عقاب او نكلت وان عقابيا اذا بان ييلا وان عقابيا بير يعني عبره وعبره وحي كو عبره قاتان او كو وانا قاتان من مرين بير قف كان في سبيل الله وبحي اما مسافر كان بحي ريركي سينا وانا قال لو خلي في نقضا للربا وعيد الله الى عليه او وحي حمانه كو ارته جاك كتراهدو اودو غاتو اينو قفكا كو لابتو جيرانكيسا اي ايلكيسا اي دتي دواء دتا وها ويا دبي وين با كو جيره قيامه وحال النبي عليه السلام يري قفكا ريركيسا نينك ريركيسا قيامه جيرانكيسا قفكا اسغا قيامه لا كيرايا كي ريرك لها با عليه كغوسو كغوسو اجر كقاد عليه فما ظنكم بالنبي عليه السلام ما انت ايدا اجر يا ثواب يا حسنات باهي لو قبو دكتين ما حظم ما لين انسان قفكا اسغا ان لو فصحاي لا يري حسنات اسغا قاد لا يري وامي كو ريبي ها لكن كان لا يذنبته واوين النبي كان لا ينا وحكو يري ان تزاني حليل تجارك كميده شركي كفر قال لي ما دي على لو سو لو دراي الزنا على جاري درسك درسك كسي دري قال فحدثته بسعيد بن جبير فقال انه رده اربع مرات سداسا صحه افر جير النبي عليه السلام او سين اسكو مرات كعي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شباب التحوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو عامر العقدي كلاهما عن شعبه عن سماك عن جابر بن مصمر عن النبي نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابه على قول بقوه فرده مرتين وفي حديث ابي عامر فرده مرتين وثلاثه اربعه ويا روايه لاسان شكلين قال حدثنا قتيبه بن سعيد وابو كامل الجحدري ولفظ قتيبه قال حدثنا ابو عوان عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير ابن نفار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحول لماعز بن مالك يري احق ما بلغني عنك اسغوا سوده مركو يمد النبي عليه الصلاه وركنا واسو غاري وهي يسو غاري مرنبا قال وحيري وما بلغك عنهم اي سو غاري قال بلغني انك وقعت بجاريه ال فلان كما دار ريه بلنا كو دحداي او كزينيستاي قال نعم اني زريت فظاهر وركب بالاوي روايه سيدنا عليه فشهد اربع شهادات ثم امر به فرجن افر جير اي النبي عليه السلام علينا يا مراتي افر جير اسكو مراتي كاي رجنا. قال حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الله على قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري ان الرجل من اسلم يقال له معز بن مالك ليراه نكاس اتى رسول الله النبي عليه السلام يمد فقال وحير ان اصبت فاحشه حمام ما كدعي زلده وفاحشه وفرحوي فاقيموا علي اوفي فرده النبي النبي عليه السلام باع العري مرارا مرر قال ثم سال قومه قوم كيسو ويديي ورنكا ما فقالوا نكا بل كورما نكا سيدا كوما كوما ما اغلقي سمح كتشيري فقالوا حيبا ما نعلو به باسا
وحمان كوغنا يا عقلي سان كوغنا مالي ولما تتكلم هو خير بلون او انا اسرع خير سمو كمين هنجري هي ما انت وحسي كان غوين الا انه اصاب شيئا وحبو كل حي وحبو قلبي عقلي سما قبيه اصاب شيئا وحبو كل حي يرى اواركو انه لا يخرجه منه انه كساري كرين الا ان يقام فيه الحد حد اللي قوه فيه مؤير وحو اسرائي وحكالو كاب قذي كرم مالي او كاساري كرات كبت بادي او نحد كاين مالها وزليهي ايو قدعي وزينا يا سيدة لحي اللي قد لهم بعد كبت بادي اخرب وزليهي عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا الدنيا عذاب كيسية قراحي سيدة لحي سيدة عذاب الاخرة كدرا تناوضه قال فرجع الى النبي نبي عليه الصلاة والسلام يقص الله بتي واصور نبي قرأ وصوحقي جينون وعلين فامرنا وحونا امر ان نرجمه ان ريح قد له قال فانطلقنا به الى بقيع القرقد بنانك بقيع القرقد وماشى حبالا رير مدينة هدأة من ركزنا حبال بيهد قيبنا قيبنا قرقد كابن حجري قيبنا سوق حولها ميلا وحيه المصلى لو قلتو كذو هذا وحيه وضم حبالي مغطي قال فما أوثقناه ننكي ما نحر حرين أثناء إسكينة إلا إنيه ولا حفرنا له وما ننقذين قط بير رواية كلا إيمان دون تأينه هو الله قضي لكن قط بير أو سيدة دتك مخراتيك اللي قوه يقول إسكينة الصوقر تأيه وكلا قد كومانا ديرين ما دام أثناء إسكينة والحيوغو إن كل الحكية عرضة أيان نري إنه كبودي كرو قال فرميناه بالعدم وحلا وحن هذي كرا قال كان جي علي أيا لدى علي رميناه وحن كنا بالعدم الله فيه والمدرة بوابدي والخسفة شلي بوابد شلي اللي يراد شو ما الله قسم قال فاشتد مركز عرري انت يا هذا انت صلوا يا حبالي وكبودي واشتدنا وانكذب وردنا خلفه قلاش يزا حتى أضاء أطاء وحوت عرض الحرة شيل مذودي مدينة أيو يقارني كاسقة ناحية الحرة الحرة عرضه وحوي وعنق وش طنبعة بوريه يا مدرحيه مد مدوبة طنبعة هذه نحن هذه بو يتري ومسيد الربيع رايح بوجاري فانتصف انتصب الله نما كزونا استعجل مركب حسوا يي فرميناه بجلاميد الحرة رميناه وحلب عنا يأكل جناي بجلاد جلاميد الحرة شيء لما ذايد الرحية دوا وينا جلاميد ورعيا جمع الجلموت جلمود كلو حوا رايح واوين كجلمود صخر حده صيل من عرض وكلها من القيس ميوها فرميناه بجلاميد الحرة شيل مذودي مدينة الحيد واوينا يعني الحجارة بقوة ضاية يعني لدى عني حتى سكت له كعام مصي سكت معناه مات وعد انتبه قال ثم قام الرسول الله نبي عليه السلام بإستاذ خديمنا سوى خطبه من العشية قلبته فقال أو كل من ضلقنا مر الله لمركان بحن قزاتا في سبيل الله جدك لا نو كدو لينو وراري كتقنا تخلف الرجل نبا نوضا ومري في عيالنا عرورتا نظاما لو النبي بنوسقنا ذا اللاقين كالنبي بالتيسي ارقي اللاقين في سوكا لو عرب داريو وزيحيو في شارنون اللقر قبلها علي وحاكور كيداها كن ندري ألا أوتاينا لإيكين بالرجل من فعلى ذلك وحا سميا إلا نكلت به وانعقابيا وحا القشة كيسان مرين قال فما استغفر له نبي أمد من أفضل بن ولا سبه من عائل استغفار رمو ويدين إلى ود من أفضلهم وأنا كما شاهدين ما دام أصدقى إسكيري وإصطهيري مردم بقى لكن قدال أيارين كيسا لقى حضلي قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا يزيد بن الزري حدثنا داود بن أبي هند بهذا الإسلام مثل معناه وقال في الحديث فقام النبي عليه السلام باستأمن العشي فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام تضحى الكود محي ربا إذا غزونا مركان دولة تخلف أحدهم عنا ضمن جمر رايه والله النبي بن حال وصلنا ذاك النبي بيتيس ولم يقل في عيالنا قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد حو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الاسناد بعد هذا الحديث غير ان في حديث سفيان فاعترف بالزنا ثلاث مرات بسوق ري قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدث ابو كريكوي حدثنا يحيى بن يعلى وهو بن الحارث المحاربي عن غيلان هو من المجامع المحاربي عن عقبه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابي بريده بن حسين رضي الله عنه قال وحير جاء معز بن مالك بايهم إلى النبي عليه السلام بايهم فقال وحير يا رسول الله طهرنا يطهر دمي بان قريه فقال ويحكا ارجع نقو نبوي دين محاصم عيسى وروض نقو ورك الله قدو دمنا هذا نقو فاستغفر الله إلهي دمي دافو ويدي سوى توب إلهي أطوبت كين سيدا صافي عام إنه قفك استره وإلهي أطوبت كينه ودمي قيسي عيب تسقر صدو أيا في عام هدو اسكينه يحدى اللي يوفي لي لنا وهو بنانتهي قال فرجع غير بعيد حواب يرسك كذي بلا فقيم بيرتقي وإلا أن وإذا ثم جاء النبي بيهمد فقال يا رسول الله ظهيرنا يا ظهير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيو ويحكى ارجع نقوم فاستغفر الله إلهي دم داف وإذا سوى توب إليه وطبت كان قال فرجع غير بعيد بلا فقيم بيرتقي ثم جاء فقال يا رسول الله ظهيرني ف
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وكجل سرايا مركز تنوح ولا وارتوت كان الأرض وحال قرصه حتى إذا كانت الرابعة مرة فراد مركو قال قال له رسول الله ما كجل عليه السلام فيما أظهرك محان كاظهرا فقال من الزنا زنو فسأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحود أبيه جنون من يواليه إلا انقف وين عقل له وحي نفتي سلقدر لها لم يمانا يه ومشيق يه فأخبره وحالوش أنه ليس بمجنون وعليهم بيرهرك يقاني عدو ذي أشيقين فقال أشرب خمرا مهدما خمروا عبيو هو مسجدي سيما سكران مياه من مرقان زيها فقام الرجل نبا استاغي فاستنكاه مركاسوب أرصدي نبا أفكس عقو أرصدي فلم يجد منه الريح خمر خمر أركي لقى مهل قال فقال الرسول الله وحول صلى الله عليه وسلم الزنيت ما الزنيت تهدى فقال نعم بيري فأمر به وحو أمر إلا الرجمي فالرجم هو إلا الرجمي أي أحبال قدري فكان الناس فيه فرقتين ذاتك بركة نكا دي للدلسال قدري والشيكات دي بلا الشيكات لما كوحوط بالواقع بسمي قائل كوح يقول وحيداها يا لقد هلك ولا هو هلك سمي نكا ساء نين هلك سموي دموين تقول دعي يهدها لك إسكاري لقد حادت به وحا كوبتي خضيئة دمبيس دمبيس با كوبي نكا ساء دمبي لوين بها وقائل يقول منه وحوليها ما توبة توبة مجرته أفضلك فضلي بدن من توبة ماعز نكا ماعز وحكا توبة في عن ما مجرتبه أنه جاء إنه أليمت إلى النبي عليه السلام فوضع يده في يدي قعنتي سو قعنت نبي الجليي أو رواية كان ثم قال اقتلني إدل نبي الله بالحجارة حودل قفقاتي دم بجيسة إن لا ضعفه وبناك وحي صلى ظهري وحكف اللي بدنا ولا ما لنا مجرت جاد نفسه سبعي دم مله قال فلبثوا بذلك يومين لما الماضي وركز عدنا وثلاثة بلوشة كزري ثم جاء الرسول الله نبي عليه السلام بأوجي من الله صحابته جلوس فديا فسلم وسلم ثم جلس صحابة بولفر استي كعادته صلى الله عليه وآله وسلم فقال وحجر استغفروا لماعز بن مالك صدع بركته ولكن ماعز بن مالك استغفار يد مداف يدعو هكذا بدرو قال فقالوا وحجر إن غفر الله لماعز بن مالك الله دم مداف قال فقال الرسول الله نبي عليه السلام وحجر لقد تاب وتوبت كيرين توبة توبة لو قسمت هذه الله قيم لها بين أمة أمة إذن هذه الله قيم لها ولا دنبوذي أمد ولا دنبوذي هذه الله قيم لها توبة ما عزوك له لو وسعتهم ويدق لي هذا والغد بداف لها توبة وين بليمت انت ما عز ويكدبنا إسلامت أيدي هدبا تيمت غامد يدي جهاني يدي أيها يمت الكاجو والله أعلم بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.